صباح الخير اللي عندهم صباح، مساء الخير اللي عندهم مساء. ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. غادي يكون هذا الفال للاسبوع الثالث من شهر يناير. ان شاء الله فالكم خير، ان شاء الله فالكم ايجابي، وان شاء الله تستفدوا على هذا الفال. غادي نبداو بصاحبة البشرة البيضاء ونشوفوا المستجدات اللي ممكن تكون عندك خلال هذا الاسبوع. غادي تكوني انت هذه البيضه، وهذا الحظ ديالك بصفه عامه ان شاء الله خير. هذا قلبك تخمام كي اتيك الله، قلبك تخمام كي اتيك الله، قلبك تخمام كي اتيك الله. غادي يكون قلبك على الارزاق ديالك، غادي تكوني كتفكري بزاف في الليل او ما غاديش تكوني كتنعسي بكري، وغادي اتيك الله بفلوس قليله. يعني الارزاق ديالك هذا الاسبوع هذه كاينه ولكنني قليله. مازال القدام غادي تجيك ارزاق من البلاد البعيده، او الا كنتي مغتربه فالارزاق ديالك بعد 10 ايام ستفتح. المغتربات عليكم عين وحسد هذا الاسبوع ومتبوعات. فكيقول لك حتى الى هذا الاسبوع كانت الارزاق ديالكم شويه قليله، فالامور هذه غادي تحسن بعد فوات هذا الاسبوع. هذا مازال غادي تحسن لكم الامور الماليه وحتى الامور الخاصه بالاوراق، لكن هذا الاسبوع شويه كاين في الارزاق قله في الارزاق. كنقول اللي هما في الوطن ديالهم مازال، ماشي هذا الاسبوع، مازال قدام غادي تجيكم ارزاق من اجانب او من بلاد برا. وبالنسبه للمغتربات مازال حتى نتوما الارزاق ديالكم غادي تزيد عين وحسد عليكم ومتبوعات. بالنسبه للعمل كاين عندكم انتقال، اللي هما كيسالوا على الانتقال في العمل، فغادي يكون عندكم انتقال في العمل، وكاين اللي غادي تكون عندها مفاجات بخصوص العمل، وغادي يكون عندكم عمل وحركيه في العمل او دي ديبلاسمون في العمل. بالنسبه للسكن اموركم جيده، السكن فيه وفره خير بركه هدوء واستقرار في السكن. بالنسبه للحياه العاطفيه شويه بلوكات عكوسات عراقيل، نفسيه شويه مدمره، خلافات في الراي خلافات في الافكار بينك وبين الحبيب او الزوج او الخطيب. بالنسبه للحب والغرام، الا كنتي كتسالي على الرجل الابيض اللي هو قصير القامه، فهاد الابيض هذا راه مازال كاين في الحياه ديالك ومازال باغي معاك الاستمراريه، واخا تكوني انت وياه متباعدين او ما كاينش تقارب بيناتكم هاد الايام، فهو غادي يكون مشغول بامور خاصه باوراق. بالنسبه للابيض اللي هو متوسط القامه او طويل، هاد الانسان غادي يكون بيتوتي، الا كان الزوج ديالك غادي تشوفيه دائما في البيت، الاخريات غادي يكون دائما كيبغي يكون معاك في مكان خاص، قلبه بيض نيته صافيه، ولكن شويه خلافات في الافكار وفي الراي بينك وبينه في الامور العاطفيه. بالنسبه الى هذا الانسان كتنتظريه يدخل للعتبه ديالك، فممكن يجي حتى الباب ديال العتبه ديالك هذا الاسبوع، او غادي يطلب منك انك تقبلي به، او انه واش ممكن يجي لعندكم للعتبه. بالنسبه للحنطي اللي هو قصير القامه، الا كنتو حاطين الاوراق ديالكم من اجل الطلاق مع هذا الشخص هذا، فكاين رجوع وصلح. بالنسبه للاخريات انتبهي، هذا الانسان هذا ممكن اذا كان حبيب او خطيب انك تعطيه اكثر من حجمه، او انك ديري معاه حاجات اللي هي محرمه، علاقه جسديه علاقه غير شرعيه، فغادي يطلبها منك، فحاولي انك تحطيه عند حده. هذا الانسان غادي يبقى يتلاعب بك بالمشاعر بالهضره حتى انك تطيحي في يده، فما تخليش العواطف ديالك تغلبك مع هذا الشخص، لان هذا الشخص هذا الا انت مثلا استسلمتي وسلمتي نفسك فما تلومي الا نفسك. بالنسبه للحنطي اللي هو متوسط القامه او طويل، فهاد الانسان هذا غادي تكونوا متقاربين متحابين متوالمين، ممكن يكون بيناتكم هضره وكلام على خطوبه على ترسيم علاقه زواج، غادي يكون بيناتكم فرحه على فلوس او على هديه، وغادي تكونوا متفاهمين لدرجه كبيره. بالنسبه للاسمر اللي هو قصير القامه، هاد الانسان نفسيته تعبانه، كاين كلام مع الاهل ديالو عليك، او كيبغي يقنعهم بك. هاد الانسان متبوع من امراه، خصوصا اذا كان مطلق وعنده ولاد، فهذيك الطريقه ديالو غادي تكون تبعاه بالاسحار. هذا الانسان عنده شويه مشاكل ماليه، هذا الانسان مازال باغي معاك استقرار او بيت يجمعكم بجوج، ولكن في الوقت الراهن
ما او هذا الاسبوع ما عندوش خاطر للكلام في الحب وفي الغراميات، غادي يكون شويه بعيد عليك. بالنسبه للاسمر المتوسط القامه او الطويل، اذا كان بيناتكم خصام فكاين صلح، لا اقول الطليق وانما زوج حبيب او خطيب فكاين صلح او لقاء مع هذا الشخص. واذا كان بيناتكم بلوك او هو عامل لك بلوك، فغادي تفك داك البلوك. هذا الانسان مازال كيحبك ومازال كيغار عليك ومازال النيه ديالو في الزواج او في خطوبه، فما باغيش ان شي حد ياخدك منه. فهذا الفال ديالكم بالنسبة للبيضات، وغادي نشوفو بالنسبة للحنطيات والحظ ديالكم لهذا الاسبوع. غادي تكون انت هذه الحنطية وهذا الحظ ديالك للاسبوع الثالث من شهر واحد، ان شاء الله يكون خير. هذا قلبك تخمام كياتيك الله، قلبك تخمام كياتيك الله، قلبك تخمام كياتيك الله. غادي يكون قلبك على الاشياء اللي كتحسي بها من اثار ديال العين والحسد، فغادي تكوني مقلقه من هذا الامر، او غتبقاي تقولي علاش الناس تابعيني، علاش هاد العين، علاش هاد الحسد هذا. غادي تكوني كتفكري في الكلام اللي كتسمعيه من الناس او الانتقادات او الاستفزازات اللي غتكون كتجيك هذا الاسبوع، وكيقول لك شويه النفسيه ديالك هذا الاسبوع تحت الصفر، او غادي تكوني محطمه ونفسيتك نازله. المغتربات انتبهوا، نتوما اللي عليكم عين وحسد بقوه. كذلك بالنسبه للعمل كاين عليكم عين وحسد، ممكن تكون عندكم زياده في اجر او مبلغ مكافاه ماليه. الناس اللي غادي يكونوا كيشتغلوا معكم الاغلبيه غادي يكونوا معكم، ولكن واخا يكونوا معكم الموظفين او العمال اللي معكم او العاملات، غادي يكون عندكم معهم حظوظ واشياء زوينه وحاجات ايجابيه، ولكن دائما العين عليكم. كنقول خصوصا المغتربات العين عليكم قويه، الاخريات واخا العين فالناس كتخدمكم، يعني عين حسد ولكن في نفس الوقت الناس كتخدمكم. كاين اللي غادي يكون عندها علو شأن او مركز كبير هاد الاسبوع. بالنسبه للسكن رائع، غادي تكون عندكم فرحه على السكن او فرحه في السكن اللي نتوما فيه. بالنسبه للحياه العاطفيه، البنات اللي ما عندهمش حبيب اللي كانوا كيديروا علاجات، هذه 7 اوقات يعني من 7 اشهر وانتوما كديروا هاد العلاجات، او من شهر 7 بديتوا في علاجات، فعندكم تحسن من الناحيه العاطفيه وتغيير وتطورات للأحسن. بالنسبه للاخريات كنشوف الامور ديالكم العاطفيه هانيه، يعني ما غاديش تكونوا مزمين عاطفيا. بالنسبه للحب والغرام، الا كنتي كتسالي على الرجل الحنطي المتوسط القامه او الطويل، فكاين طرف ثالث معه. ما كنقولكش ما كاينه الاستمراريه، كاينه الاستمراريه مع هذا الشخص، ولكن في هذا الاسبوع ما غاديش يكون معك اكثر ما غادي يكون مع انسانه اخرى، فانت اللي غادي تكوني تابعه، انت اللي غتكوني كتسالي عليه او كتبغي ترضيه او غتبغي تكوني تحت امره. هذا الانسان ايه مازال كاين في الخطه ديالك، ولكن كاينه مراه اخرى تابعه او مراه اخرى اللي كاينه معاه. بالنسبه للحنط اللي هو قصير القامه، وكذلك حتى هذا الانسان هذا ممكن يصدمك بزواجه من مراه اخرى. هذا الانسان هذا كيتعرض للاسحار وطاقات سلبيه، واخا يكون هذا الانسان كيحبك كاين طاقات اللي هي اقوى منه كتبعدوا عليك. فالبعض فيكم غادي يقول لك الاهل ديالي باغيين لي بنت خالي بنت عمي، او فممكن غادي يصدمك بخطوبه او زواج ديالو، فكاين طرف ثالث اللي شده. بالنسبه للاسمر المتوسط القامه او الطويل، هذا اذا كان الزوج ديالك راه باغي معاك اولاد، هذا الانسان هذا غادي يكون شي شويه نفسيته معذبه، غادي يكون مع الاهل ديالو اكثر شيء، يعني مع الاهل ديالو او قريب من الاهل ديالو عليك انت، يعني الاهتمام ديالو بالوالدين بالاخوه بالاهل ديالو اكثر ما يكون مهتم بك انت. فالاستمراريه مع هذا الشخص راه كاينه. هذا الاسمر يكون عندك معاه حمل، ممكن تكونوا كتهضروا على اصلاحات باغيين ديروها في العتبه ديالكم، او تغيير ديكور في العتبه. ممكن تكونوا كتهضروا على عمليه جراحيه انت وهذا السيد هذا،
وبالنسبة للأسمر اللي هو قصير غادي يكون كثير التواصل معك أو اتصالات هاتفية، أو ممكن يكون باغي يجي لعندك إلا كنتو في نفس الدولة، ممكن غادي يجي لعندك عنده سفرية لعندك. هذا الإنسان غادي يكون معطاء، غادي يكون حنون، غادي يكون كيهضر معك على الأمور الخاصة بالاستقرار والمستقبل. هذا الإنسان إلا قلتي لي واش نيته الزواج أو الاستقرار، كنقول لك نعم نيته الزواج أو الخطوبة أو الاستقرار معك. وإلا كان الزوج ديالك فراه عندك معاه أمور إيجابية جيدة، وغادي يكون كريم، وغادي تكوني كتسهري انت وياه. الا كان قريب ليك غادي تكونوا كتسهروا وجه لوجه، والا كان بعيد عليك فالسهر على الموبايل. بالنسبة اللي كتسأل على الرجل الابيض اللي هو قصير القامة، هذا الانسان اللي كنتي كتنتظري منه مكالمة غادي يتصل بك، غادي يكون كثير الشكوى، غادي يكون نكدي، غادي يكون كيلومك كيعاتبك. هذا الانسان كيحبك ونيته صافية وقلبه بيض، الحب كاين ولكني نكدي وكثير الكلام وكثير الشكوى والاتصال اللي كتنتظري منه اتصال فغادي يتصل بك. هذا الانسان هذا حتى هو متبوع من طرف الاهل ديالو، او كيسمع الاهل ديالو، او الاهل ديالو داكشي اللي قالوا كي يديروا. بالنسبه الى كان عندك خلاف مع الاهل ديالو، ففي هذا الاسبوع كاين تفاهم وكاين حظوظ وكاين اشياء اللي تعجبك مع العائله ديالو. بالنسبة للأبيض المتوسط القامة أو الطويل، هذا الإنسان كيفكر فيك ليل ونهار. هذا الإنسان هذا كيفكر بطريقة زوينة أو طريقة إيجابية أو طريقة رائعة وممتازة فيك، يعني نظرته ليك إيجابية وتفكيره فيك إيجابي. أنت اللي غادي تكوني ردة بالظهر عليه وغير مهتمة به، وكتشوفي الأمور أخرى أو كتشوفي الشخص آخر البعض فيكم. إذن هذا الشيء اللي كاين بالنسبة لك الحنطية، وغادي نشوفه بالنسبة للسمرة. فالسمرة غادي يكون هذا الحظ ديالك للأسبوع الثالث من شهر واحد، وهذا الحظ ديالك وإن شاء الله يكون خير، وإن شاء الله الفال ديالك يكون إيجابي وتستفدي على هذا الفال. هذا قلبك تخمامك ياتيك الله، قلبك تخمامك ياتيك الله، قلبك تخمامك ياتيك الله. غادي يكون قلبك على حياتك العاطفيه او حياتك الزوجيه، غادي تكوني كتفكري في انتقال من مكان لمكان، وغادي ياتيك الله باوراق، ممكن عقد شهاده او رخصه. اللي خايفه بخصوص سكن او محل ديالها تجاري او مشروع ديالها، خايفه انه تفقدو، او فكيقول لك لا كاين عندك استقرار، كاين عندك امور ايجابيه بخصوص السكن، ممكن انك ديري اصلاحات في السكن ديالك. الا كانت عندك اوراق باغيه تحصلي عليها بخصوص سكن او محل تجاري او مشروع، فهاد الاوراق غادي تكون سهله. ممكن تعطي فلوس زياده بخصوص اي شيء يتعلق بالبيع بالشراء بالكراء بالرهن او اوراق خاصه بعقار. استقرار قلنا بخصوص السكن او بخصوص مشروع حر ديالك، غادي يكون عندك استقرار. بالنسبه للعمل امورك جيده، يعني كاين فلوس، كاين حاجات ايجابيه، حتى الضغوطات اللي كاينه عليك غادي تزول هذا الاسبوع هذا. الحظوظ عندكم في السفر للخارج للهجره، يعني اللي هي باغيه علاجات برا غادي تكون متاحه، سياحه لبرا غادي تكون متاحه، التحاق بالزوج متاح، استقرار في بلد اجنبي فهو متاح. بالنسبة للحب والغرام، إذا كنتي كتسألي على رجل حنطي اللي هو قصير القامة، هذا الإنسان غادي يكون كيحبك والأهل ديالو باغيينك، وغادي يكون كيفكر فيك لا هو ولا الأهل ديالو. بالنسبة للحنطي المتوسط القامة أو الطويل، هذا كاين الاستمرارية، عندك معاه حمل أو أمور جديدة، ممكن يكون عندك معاه خطوبة أو زواج، عندك معاه النصر كذلك. هذا الإنسان إذا كان بعيد عليك أو في دولة أخرى، فكاين المجيء ديالو أو أنت غادي تلتحقي به. أموركم جيدة مع هذا الحنطي المتوسط القامة أو الطويل. إذا كان في حياته طرف ثالث، فهذيك الإنسانة غادي تخرج من حياته، هي إنسانة ساحرة وهي إنسانة طاقتها سلبية، ولكن كنشوفو رد عليها بالظهر أو كيبعد عليها. غادي يكون بيناتكم كلام، ممكن يكون بيناتكم نقاشات، ولكن نقاشات بالفائده انت وهذا الحنطي هذا. بالنسبه لك انت كتسالي على الابيض اللي هو قصير القامه، فهذا الانسان هذا الا كنتو كتهضروا على الطلاق فالطلاق غادي يتم. الاخريات هذا الانسان غادي يكون كيتردد عليك بزاف او للبيت ديالك. هذا الانسان باغي غيزه ومتعهد الاسبوع وعلاقه جسديه وغراميات، الا كنتي مخاصمه معاه كاين صلح. بالنسبه للابيض المتوسط
متوسط القامة أو الطويل، غادي يكون كثير الاتصال بك، غادي يكون كيغير عليك، غادي يكون كيسولك على الناس اللي كتعاملي معاهم. هاد الانسان غادي يكون كيبغي يرضيك، يكون تحت امرك، معطاء، يوقف معاك في كل الامور. بالنسبه للاسمر اللي هو قصير القامه، غادي يكون بيناتكم محبه وموده وصدق ووفاء وتقارب ومفاجات وحضور سهره او حفله انت وهذا الشخص هذا. بالنسبه للاسمر المتوسط القامه او الطويل، غادي يكون بعيد عليك اهتمامه بالامور الماليه والعمليه. لا يخلو هذا من بعض المرات يتواصل معك، يعني هاتفيا غادي يكون تواصل، لكن انه يكون قريب منك وكذا، فغادي يكون مشغول بالامور الماليه والعمليه. كاين البعض فيكم اللي هي عامله كاين معاها شخص اسمر متوسط القامه او طويل، رد لك البال، باغي يهضر معك، فاعطيه فرصه. فكان هذا الفال ديالكم، كنتمنى لكم الصحه السلامه وطول العمر، تهلاو في راسكم، استمتعوا بالحياه، ونتلاقاو ان شاء الله في الاخر جديد. باي باي.